الامومه بتعني ايه بالنسبه لك؟ الايه؟ الامومه. انت لسه بتكلميني حضرتك عن الامومه؟ طبعا. وبتكلميني عن جحود الابناء. وخليني اكون معاكي صادق، انت عارف انا يعني بقدرك قد ايه ربنا يخليك، وبحترمك قد ايه، وبحبك قد ايه ربنا يخليك. مفيش لحظه في حياتك مرت عليكي كانسانه شوفي قدمتي للفن وعملتي اعمال وجوائز تحط في متحف، لكن مفيش لحظه مرت عليكي قلتي يا ريتني كان عندي طفل يقول لي يا ماما؟ بعد اللي بشوفه الايام دي واللي جاري واللي حاصل، لا اصل ده كان باختياري انا اللي كنت مختاره ده عشان السينما. انا كنت على طول بقيس وسطي بسنتيمتر واقفه على الميزان عشان ما فيش حاجه تتغير فيا ولا اي حاجه، فما كنتش بفكر ابدا ابدا ابدا. وكل جوازه انا داخلاها عايز القعاد في البيت، طب انا مش هحقق اللي انا عايزاه فاروح محوده وطالع على طول، على طول اروح خارجه من الحكايه. فهني انا اكتر واحده بيتقال لها يا ماما في الدنيا دي كلها. انا اولاد اختي يقولوا لي يا ماما، واولادهم يقولوا لي يا ماما، واولاد اخويا، وفي عندنا نبيله شريف تقول يا ماما، وفي كل اللي حوالينا والمعجبات يقولوا لي يا ماما. المعجبات، المعجبات اللي بيا اللي بيرسلوني ويبعتوا لي والاقيهم على الموبايلات وعلى انا ما بفهمش لا في الواتساب ولا لا لا ماليش فيه، يعني عندي تليفون صغير. لا انا عارف عارف عندك واحد زيه ما عنديش غير يس ونو. لا 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 اي حد اعملوا لي اعملوا، ولكن ماما دي على طول تتقال لي. حتى اللي بيساعدوني في البيت بيقولوا لي يا ماما، اللي بيشتغلوا معايا في البيت بيقولوا لي يا ماما. ده عوضك كلمه ماما؟ يعني 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 لما بلاقي كل اللي حواليا دي بيقولوا لي يا ماما يا ماما يا ماما، هي اكيد طبعا لها معنى، لها معنى حلو. انا من فتره البنت كانت في بنت جايه لي غابت عني فتره وعرفت انها هتولد وبعدين رجعت جات لي تاني، فبقول لها اخبارك ايه عامله ايه؟ قالت لي احلى حاجه في الدنيا هي كلمه، هي البنت الطفله ما لحقتش تقول لها يا ماما ولا حاجه لانها لسه قريب، قالت لي احلى حاجه في الدنيا لما تبص لها كده وتلاقيها. قلت لها طيب ما تقوليش قدام حد، ربنا يديم عليكي يا بنتي، ربنا يديم عليكي. اكيد ده له احساس تاني لان انا كنت بشوف امي عامله معايا ايه. انما لما يكون عندك انت بتختار حاجه، بالنسبه لي انا يمكن انا كنت قاسيه على نفسي، ممكن اكون كنت قاسيه على نفسي جدا 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 ممكن، لكن ده اختياري انا برغبتي انا، يعني ما حدش جه قال لي اعملي كده وما تعمليش كده. هي امي حاولت عملت المستحيل معايا، المستحيل عملته، خصام وخلاف وما تقطعني و و و، لكن يا اخي مانيش قادره اعمل حاجه، انا كل تفكيري في الفن وفي السيناريو، وهجيب الروايه دي ازاي وهعمل ده ازاي والموديل وده 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 وده. يعني ممكن اكون اخطات في حق نفسي ممكن، لكن انا لما اجي اقعد احاسب نفسي قلت انت اللي اخترتي وانت اللي عملتي كده، انت مفيش حد تاني اللي عملت كده. في حد طفل؟ وبعدين فكرت كذا مره وكان خلاص هيحصل، وانا دلوقتي في طريقي لل 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 للموضوع ده، يعني يعني حاسه اللي عاملينه سعداء. يعني في عندي واحده انا بنعرفها من زمان قوي قوي معانا بقى لها 30 سنه في المهنه، هي مؤخرا بقت كده وبتقول لي مدام نبيله ما تصوريش انا سعيده ازاي بالحكايه دي، ولما تتكلم في التليفون والاقيها كده اقول لها بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه، وتحط التليفون على ودني. قلت لها، قالت لي والله يا مدام نبيله هتلاقي سعاده. قلت لها طيب اوكي انا عايزه اعمل الحكايه دي. في مره يعني خدت القرار ان انا هعمل ده،
وبعدين لقيت ان صديقة عزيزة ومهمة جدا 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 خدت البنوتة هي، قلت لها انا سعيدة جدا ان انت خدتيها. وبعدين بعد كده اتكلمتني بعد سنتين ثلاثة قالت لي قومي تعالي افطري معانا، قلت لها بس انا